السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن نباتات الزينة، نتحدث عن نبات الجارونيا أو كما يقال عنه الاسم العلمي بلارجونيوم زونال، وهو من النباتات المعمرة يتكاثر بالعقلة. الجارونيا أو بلارجونيوم زونال يتم التكاثر بالعقلة كما نشاهد هذه الأزهار. الأزهار موجودة في نورة، هذه الوراعم الزهرية قبل أن تتفتح، قبل أن تتفتح الأزهار. هذا هو الشمراخ الزهري، هذه النورة. البراعم الزهرية قبل أن تتفتح، تفتحت هذه البراعم إلى أزهار. كأي نبات يتم التلقيح للزهرة، ثم الإخصاب، ثم تتكون البذور ليتم استخدامها مرة أخرى. إذن البلارجونيوم زونال يتم إكثارها إما بالبذرة الناتجة عن التلقيح والإخصاب، أو يتم عمل عقلة، أخذ العقلة إن كانت عقلة طرفية أو عقلة، يعني عادة يتم إكثار البلارجونيوم بعقلة طرفية. وهذه التشكيلة الرائعة لأزهار البلارجونيوم. كما نشاهد لها أكثر من لون، هذه ألوان الأزهار البلارجونيوم زونال أو الجارونيا كما يطلق عليها بالعامية. هذا ما لدينا عن الجارونيا أو ما يطلق عليه بالعلم البلارجونيوم زونال، ونشكر حسن المتابعة.